سيد نائب من تنتكلموا على المنجميه التقليديه تنتكلموا اساسا على تفيلات فيكي. عندنا 60,000 كيلومتر مربع، هذه سنوات هذه المنطقه هذه رقم المعاملات ديال المنجميه التقليديه 330 مليون درهم. الى قارناها مع حجم المعاملات على المستوى الوطني ديال 52 مليار ديال الدرهم، تيبان بان هذا واحد الرقم ضعيف، بمعنى هذا المنجميه التقليديه عاشت سنوات هذا الوضع. الاقتراح اللي عندنا اللي ناقشناه مع الساده المنتخبين واللي ان شاء الله غادي نجيبوا المقترح ديالو للبرلمان، هو ان هذه المنطقه تفتح على الاستثمار بالحفاظ على الحقوق ديال هذ المنجميين، وهذا من شانه ان يرفع رقم المعاملات وان يحدث مناصب شغل ويدخل هذه المنطقه في واحد السيروره صناعيه جديده، بدل الاقتصار على المنجميه التقليديه اللي عاده تتمشي للسطح ديال المناجم بدل الدخول الى الاعماق ديالها. شكرا سيد الرئيس. هذه القضيه السيد النائب غتفتح واحد المجال كبير لهذ المنجمين التقليديين، لانهم الان تيتقدروا تقريبا بواحد 1100. الا فتحنا المنطقه غيرتفع العدد ديال المناصب ديال الشغل، وغتكون دوره اقتصاديه جديده، لان 330 مليون درهم لا تشكل شيئا بالمقارنه مع القطاع ككل. وهناك مناطق زاخره بواحد العدد المناجم، لكن خاصها بطبيعه الحال استثمارات، اذا خص القطاع الخاص يدخل مع الحفاظ على الحقوق المنجويه من خلال حق الولوج ومن خلال الاتاوات اللي غترجع لهذه المنجميه. شكرا للسيد الوزير.